مهرجان أنا عراقي أنا أقرأ الذي يقام في بغداد وسبعة محافظات عراقية بهدف تثقيف المجتمع وشريحة الشباب وكذلك تنمية مواهب الكتاب الشباب، ما يعطي حافزا إيجابيا في مجال قراءة الكتب بمختلف الاختصاصات. يعني هو رغم مواقع التواصل الاجتماعي ورغم انه اكو صفحات اساسا هي توفر القراءة الالكترونية، لكن كثير من الشباب والعوائل والاهالي من بغداد والمحافظات يجون لهذا المهرجان متقصدين حتى يعيشون هذه اللحظة لانتقاء كتاب او كتابين من اهتماماتهم وهواياتهم. مهرجان أنا عراقي أنا أقرأ ترك بصمة واضحة على شغف المواطن العراقي والشاب والشابة العراقية. المشاركون عبروا عن فرحتهم بهذا التجمع الشبابي الكبير والذي يهدف إلى نشر ثقافة القراءة وإرساء روح المحبة في المجتمع، ما يجعل الشاب العراقي منفتحا ثقافيا وأدبيا ومعرفيا. والله الإقبال على الكتب كلش حضور كبير، ومثل ما تشوف بعد ساعة من المهرجان والكتب تقريبا بدأت تخلص. إقبال الشباب هذه الفترة على الكتب بطريقة، خصوصا في فترة يعني زادت السوشيال ميديا والتكنولوجيا وهاي الأشياء، فبدأوا الناس يتجهون للكتب وبدأت الحداثة تأخذ شكلها الإيجابي. بدينا أحس بدأ التوجه على الثقافة بشكل، وخصوصا مثل هاي المهرجانات صار كبير من الفترة الأخيرة. فيما أشار البعض على دور القراءة في ظل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي والتطور الإلكتروني من خلال الكتب والمؤلفات الإلكترونية وجعل ثقافة قراءة الكتاب والاطلاع موجودة رغم التقدم في عالم التكنولوجيا. الحلو بالمكان انه يجمع شباب مثقفة وتنتمي للأدب والكتب وموايات، فهذا الشيء حلو، ولأن اكو هيج تجمع ثقافي فقدمت اللوحات بهذا المكان. هكذا مهرجانات تقام في بغداد وعدد من المحافظات، هدفها الأول نشر ثقافة الكتاب التي غابت نوعا ما في ظل تطور مواقع التواصل الاجتماعي، على أمل أن ينهض المجتمع بواقع ثقافي كبير. لبرنامج استراحة الظهيرة، سيف المهندس، بغداد.